السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم 5/9/2021 في مصر، ذهب ريال 24905 جنيه البيع، 902 جنيه الشراء، ذهب ريال 22829 جنيه البيع، 827 جنيه الشراء، ذهب ريال 21792 جنيه البيع، 790 جنيه الشراء، ذهب ريال 18678 جنيه البيع، 677 جنيه الشراء، ذهب ريال 14528 جنيه البيع، 526 جنيه الشراء، ذهب ريال 12452 جنيه البيع، 451 الشراء، ذهب ريال 9339 جنيه البيع، 338 جنيه الشراء. الجنيه الذهب 6336 جنيه البيع، 6850 الشراء. الأونصة 1828 دولار البيع، 1827 دولار الشراء. شكرا لكم. إذا ما اشتركتش في القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.